وهكذا اليوم يصدر القرار بحل جمعية الوفاق، هذه الجمعية السياسية التي تمتلك هذا البعد الواسع وهذا الحضور الجماهيري الواسع وهذا الحضور والارتباط الوثيق مع الشعب دفاعا عن حقوقه ومصالحه. إغلاق جمعية الوفاق هو إيذان بغلق جميع نوافذ الحل السياسي والحوار السياسي وإلغاء الحراك السياسي والمشهد السياسي في هذا البلد، وكأنه يراد هذا البلد أن يتحول إلى بلد أمني قمعي لا محل للكلمة المعارضة، لا محل للحقوق. ومن ضمن الاستهدافات الخطيرة للطائفة الكريمة هو محاولة استهداف الأحكام الشرعية. الخمس اليوم أصبح جريمة، هذا الحكم الشرعي الواضح الذي هو بمثابة الصلاة والصوم يمثل واجبا شرعيا يتعبد الناس وأتباع أهل البيت بهذا الحكم يؤدون وظيفة شرعية، وإذا بنا في هذا البلد أصبح الخمس جريمة يلاحق عليها الإنسان الدافع للخمس والمستلم للخمس، وكأنها أو وكأنه حكم مستجد، والحال أنه حكم إسلامي ممتد في تاريخ أهل البيت وتاريخ التشيع، وما كان إلا عنوانا لتقديم الخدمات ولإغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين. هكذا هو شأن الخمس على مر التاريخ، وهو كذلك في بلدنا، ولكن يبدو أن السلطات لا يروق لها ذلك، وإنما تبحث عمن يردد ويكون صدى لمواقفها ولأفعالها بغض النظر عن مطابقتها للدين أو الإسلام أو المصالح الإسلامية والوطنية. وهذا ما لا يمكن أن يكون أبدا، ولا يمكن لعلماء الدين أن يكونوا أداة. العلماء الصادقون لا يمكن أبدا أن يكونوا أداة للسلطان هنا أو هناك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، النصر الإسلام، النصر الإسلام، النصر الإسلام. هذا العالم الجليل الذي قضى عمره خدمة للدين وللمؤمنين والدفاع عن مصالح المسلمين وعن مصالح الوطن، والذي كان ولا زال ولم يعرفه أحد إلا بهذا الوصف، وهو الحرص الأكيد على مصالح المسلمين وعلى وحدة المسلمين. ولم يعرفه أحد منذ أنامل ومنذ بدايات حياته إلا بالزهد والورع والاحتياط في الدين والتقدم على أقرانه في رعاية المصالح الدينية والإسلامية. هذه الشخصية التي يشهد لها القاصي والداني
في النزاهة والطهارة والقداسة، إنها مأساة كبرى، إنه تجاوز خطير وتعد كبير على مقدساتنا، على غيرتنا، على حميتنا. إنها محاولة لكسر عنفوان هذا الشعب وكرامة هذا الشعب وعزة هذا الشعب. نفديك يا فقيه بالروح بالجد، نفديك يا فقيه. نحن لا نفهم، نحن لا نفهم هذا الاستهداف إلا أنه إعلان حرب على هذه الطائفة. ماذا يريدون وماذا يهدفون من هذه القرارات المجنونة، هذه الخطوات التصعيدية الخطيرة؟ أيا ترى هل هذه القرارات والخطوات تنتج أمنا واستقرارا وهدوءا وسلما للبلد؟ هل هذا هو، هل هذه هي السياسة؟ هل هذا هو التعامل الحضاري والتعاطي مع الشعوب والتعامل مع الشعوب؟ أساليب القمع والاضطهاد والتحقير والإذلال، ماذا يهدفون؟ إن كانوا يهدفون ويأملون أن يصلوا إلى أمن واستقرار فهم واهمون، وإنما يسعون إلى تدمير هذا البلد. لا يمكن لهذا الشعب أبدا الذي تربى على نهج الإمام الحسين وتربى على نهج الأئمة الأطهار وتربى على نهج القرآن وتربى على نهج الإسلام الأصيل وتربى على نهج المصلحين عبر التاريخ، لا يمكن أن يقبل بالانسحاق ولا يمكن أن يقبل بالذلة. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. هذا الشعب شعب أصيل، شعب له تجذره في هذا البلد، شعب يحمل وعيا وثقافة وموقفا شرعيا واضحا وإرادة قوية وغيرة إسلامية أصيلة. هذا الشعب لا يمكن القضاء عليه أبدا، وسوف يبقى متمسكا بحقوقه، متمسكا بمبادئه، متمسكا بدينه، برموزه، وهو على استعداد تام لتقديم الغالي والنفيس في هذا الطريق